بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس لولا دي سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، اسمح لي ان انا ارحب بيك اهلا وسهلا، وسعيد بلقائك في مصر، وبشكرك على هذه الزيارة، واسمحوا لي ان انا اسجل كل التقدير والاحترام لشخصكم، واقول ان فخامة الرئيس لولا دي سيلفا شخصية عظيمة جدا جدا. ويمكن احنا اثناء حديثنا في الداخل تحدثت على ان خلال حكم دولة البرازيل لأكثر من 120 سنة لم يحقق ان الشعب البرازيلي يختار لولاية ثالثة غير فخامة الرئيس، وده يعكس قد ايه شخصية فخامة الرئيس كانت شخصية ملهمة ومقدرة ولها مكانة دولية عظيمة لدى الشعب البرازيلي ولدى العالم كله. وأنا بشكر فخامة الرئيس أيضا على المباحثات الثنائية اللي يعني بمناسبة مرور 100 سنة هذه الزيارة على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل وبين مصر، وبشكره أيضا على الإرادة الحقيقية اللي احنا عكستها المباحثات اللي تمت بينا على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وده أثناء يعني المباحثات الثنائية والموسعة اتفقنا على تطوير العلاقة بين العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الصناعية، الزراعية. وده أمر يمكن هيكون خلال زيارة إن شاء الله من الدعوة الكريمة اللي وجهت لي من فخامة الرئيس لزيارة البرازيل في المؤتمر اللي هيعقد هناك، وهتبقى فيه زيارة دولة خلال هذا المؤتمر أيضا جي 20، إن احنا اتفقنا على إن يتم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين على أعلى مستوى لتنسيق الموضوعات، موضوعات التعاون والأهداف اللي هيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة المشتركة للبلدين. أنا مش عايز أطيل على فخامة الرئيس وعليكم، لكن المباحثات الثنائية اللي تمت عكست قد إيه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفة، وأيضا فيما يخص القضايا الدولية توافقنا على أن أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المدنيين، ثم وصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وهنا لازم أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامة الرئيس بالدولة الفلسطينية. أنا مرة تانية برحب بفخامة الرئيس وبشكره على وجوده في مصر، وأيضا على إرادته السياسية في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، ومرة تانية تقديري واحترامي الكبير لشخصكم، وسعيد بالزيارة، وحب أسعيد أكتر أثناء زيارة البرازيل. شكرا فخامة الرئيس، تفضل.